أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن للأمة وللناس ولقبول الناس دور في فاعلية الإمامة في الأمة. بتعبير آخر، كان الحديث في هذه النقطة، وهي أنه هل للأمة دور في تصدي الإمام للإمامة ولقيادة الأمة ولقيادة المجتمع، أو لم يكن له دور، أو الأمة لا دور لها. النصوص الواردة في المقام في الواقع كثيرة في هذا المجال، ولكنه أنا أشير إلى نصين من هذه النصوص. من هذه النصوص نص ورد في شرح نهج البلاغة، هذه الطبعة اللي هي طبعة دار إحياء الكتب العلمية، في المجلد 11 صفحة 11، تحت عنوان من أخبار طلحة والزبير، لأن الطبعات مختلفة، والخطبة رقم 100، ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة، صفحة 100، أقول الرقم، كلامه 198. في المقدمة أكو بأنه يبين بأنه لماذا طلحة والزبير خرج على الإمام أمير المؤمنين بعد أن بايعاه. في المقدمة يشير طلحة والزبير أنه إحنا بايعنا الإمام أمير المؤمنين بشرط أنه يعطينا حصة من الحكم، أما أنه إن بايع على الشكل بلا حصة بلا محاصصة ما تصير مولانا. أي، فالمحاصصة كان يطالب بها طلحة والزبير. يقول: قد تقدم منا، ابن أبي الحديد يقول: قد تقدم منا. في المقدمة أنا بودي واقعا للإخوة أن أشير إلى هذه النقطة. واقعا أخواني لله، لله، اذهبوا واقرأوا تأريخ هذه المرحلة 50 سنة، ماذا حدث بعد رسول الله؟ في مدة أقل من نصف قرن تقع حادثة كربلاء. يعني شنو اللي حدث في المجتمع الإسلامي في مو 500 سنة، مو 300 سنة، مو 200 سنة، 50 سنة إخواني الأعزاء. يعني بعد الكثير من الذين رأوا رسول الله بعد كانوا أحياء، وحدث ما حدث في كربلاء، وحدث ما حدث في المدينة. هذا الانقلاب 180 درجة كيف حدث؟ ما الذي فعلوا؟ وأفضل طريق لمعرفة هذه الحقيقة هو الوقوف على نهج البلاغة، لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كاملا مؤرخ وأرخ لهذه المرحلة. المهم أنه إحنا همتينا طلبنا من الإخوة إجازة أنه ندخل في هذا البحث ولو كم يوم، حتى نقف على القضية بشكل دقيق وواضح، لنفهم لماذا أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تبدل نهجه من نهج الإمام علي ومن نهج الإمام الحسن إلى نهج آخر. ما الذي حدا بالإمام الحسين أن يغير نهج الإمام علي؟ الإمام علي لم يفعل ذلك، الإمام الحسن لم يفعل ذلك. ما الذي حدث اللي اضطر الإمام سلام الله عليه أن يتخذ موقفا آخر إزاء ماذا؟ إزاء بني أمية. ماذا حدث؟ المهم هذه مقدمات ذلك الحدث، وإن شاء الله أنا سأقف عند ذلك لعله بالمقدار المناسب. يقول: قد تقدم منا ذكر ما عتب به طلحة والزبير على أمير المؤمنين، وأنهما قالا: ما نراه يستشيرنا في أمر، ولا يفاوضنا في رأي، ويقطع الأمر دوننا. هو وحده مولانا، بتعبير احد الاعلام يريد ياكلها واحده واحده واحده، وما يصير، يعني لابد همتين حصه انه ينطينا. ويستبد بالحكم عنا، وكانا يرجوان غير ذلك. واراد طلحه ان يوليه البصر، حصتنا انطينا اياها.
وأراد الزبير أن يوليه الكوفة، فلما شاهد صلابته في الدين وقوته في العزم وهجره الإدهان والمراقبة ورفضه المدالسة والمآربة وسلوكه في جميع مسالكه منهج الكتاب والسنة، وقد كان يعلمان ذلك قديما من طبعه عليه السلام، يعني مو جديد أنه الآن عرفوا علي بن أبي طالب بهذا. وكان عمر قال لهما ولغيرهما، هاي القضية كانت معروفة، إن الأجلح، الأجلح هذا الذي شعره شوية متأخر، عن إن الأجلح إن وليها ليحملنكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم. كان يعرف إن هذا إن مو اجتهد فأخطأ عمر أبدا، كان يعلم أنه علي إذا جاء شيء يريد يفعل هكذا. وكان رسول الله، محل شاهد هاي الجملة إخواني، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل قال: وإن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. بس أنا محل شاهدي في هاي الجملة شنو؟ وإن تولوها عليا يعني شنو؟ ويا رسول الله، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تولي ماذا؟ أن تولي عليا وأن تنصبها خليفة. إذن يظهر بأنه للأمة أيضا شنو؟ دور، وإلا لا معنى. هسه ما معنى الدور هذا؟ الدور ما هو؟ أشرنا إليه بالأمس والآن هاليوم بنوضحه، ولكن المقصود بأنه أن الأمة لابد أن تقبل ماذا؟ أن تقبل بهذا المعنى، أن تقبل بولاية علي، أن تبين، أن تقبل الطاعة وفرض الطاعة له عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الذي من الناحية السياسية يظهر بعنوان ماذا؟ بعنوان البيعة طائعا، بعنوان البيعة اختيارا. هذه البيعة مظهر وعلامة على أنه ماذا؟ نحن قبلنا بما بسياساتك. من قبيل إخوان الأعزاء الآن اللي عندنا الانتخابات، أنت عندما تذهب بملك اختيارك وتنتخب شخص يعني توافقه على المشروع الذي يريد أن يطبقه. قال: وإن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. إلا أنه هذني كان سامعيها من الخليفة الثاني ومن رسول الله، وكان يعرفون من طباعة، ولكنه يقول: إلا أنه ليس الخبر كالعيان، ولا القول كالفعل، ولا الوعد كالإنجاز، وحالا عنه وتنكرا له ووقعا فيه وعاباه وغمطاه وتطلبا له العلل، وبدأت المعركة التي خرجوا فيها وفعلوا ما فعلوا، ونتيجة كانت ماذا؟ نتيجة كانت معركة الجمل المعروفة. هذا فد نص اللي ظاهرة اللي ينقله من رسول الله، هذا النص أن تولوها عليا. هذا النص الأول. النص الثاني وارد في هذا الكتاب اللي بالأمس ذكرته للإخوة، ولاية الفقيه، هناك في صفحة 69. هذا النص هو ينقله عن كشف المحجة لابن طاووس. أنا ما كان عندي كشف المحجة، فلهذا دا أنقل النص من أنا. يقول: فإن ولوك في عافية، وأجمعوا، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب من؟ يخاطب عليا. فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم في أمرهم. هاي العبارة واضحة جدا بعد، أنه أنت متى تتصدى فعليا وتفعل الإمام التي الله سبحانه وتعالى جعلها لك؟ إن ولوك في عافية، لا في معركة، ورضوا بذلك وأجمعوا عليك بالرضا فقم في أمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وهما هم فيه، فإن الله سيجعل لك مخرجا. أما إذا وجدت بأنه تولوا غيرك، بايعوا غيرك، وهو كما يقول: إن ثالوا على غيري بالبيعة، كما في نصوص نهج البلاغة، إذن أنت ماذا تفعل؟ لا لا أبا، اترك أمرهم هكذا. لسقيت آخرها بكأسي ماذا؟ بكأس أولها. كما أنه أنا تركتهم أولا عندما لم يريدوني، لو في الآخر همتي أنا ما جاين إلي ولم يبايعوني ولم يمدوا كفي للبيعة، أيضا لسقيت آخرها بكأس ماذا؟
لكنت افعل اخرا ما فعلته ماذا؟ ما فعلته اولا. يا امير المؤمنين شو تسوي؟ يقول والله هواي اكو شغل بالمزارع مولانا، راح اشتغل وانتهت القضيه خلص. ارادوا ارادوا، ما ارادوا هذا سوء توفيقهم. جرد منهم. واللي الاخوه اللي رايحين الى المدينه يعلمون بانه اذا يروحون الى ابيار علي مولانا، ابيار علي اللي الامير سلام الله على راح احياها هناك وحفر فيها ما فيها، تقريبا تبعد 10 كيلومترات عن المدينه، يعني ما كان في المدينه، كان في ماذا بتعبيرنا؟ في ضواحي المدينه، خرج من المدينه، لم يبقى في المدينه الامام سلام الله عليه. كان ليله النهار كله وين يقضي؟ يقضي خارج المدينه، على اي الاحوال. فدعهم وما هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجا. خب الان ياتي هذا السؤال اللي طرحناه بالامس، وهو انه الامه لها دور، ما هو دورها؟ قلت بالأمس أنه أنا من الناس الذين لا أقل أنا معتقد بهذا، أن للأمة دور، أن للأمة دورا في الإمامة، سواء كانت في الإمامة المعصومة يعني في زمن الحضور، أو في الإمامة في زمن ماذا؟ في زمن الغيبة، يعني ما يرتبط بعلماء الدين في زمن الغيبة. الأمة لابد أن ترضى بمن؟ بالإمام، وتبايع الإمام حتى يحق له التصدي، وإلا تصديه سوف يكون منتجا أو لا يكون منتجا. لا يكون منتجا، لماذا؟ لأن الأمة لا تريد هذا المشروع، تخالف هذا المشروع. نعم هسا من حقها ذلك أو ليس من حقها ذلك، بحثه بعد ذلك سيأتي، ولكن المهم أن المشروع متى ينجح؟ إذا كانت الأمة ترضى ماذا؟ ترضى بذلك المشروع. أما إذا كانت الأمة قد رفضت المشروع فينجح التصدي أو لا ينجح التصدي. وهذا هو أحد الأسباب أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يسعوا للتصدي بعد الإمام الحسين، بعد الإمام الحسن إلى الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يجدون حتى لو تصدوا أن الأمة تقبل هذا المشروع أو لا تقبل، لا تعارض هذا المشروع فينجح أو لا ينجح، فيرجع الفشل إلى نظرية الإمام، لأن الإمام حكم ولكن استطاع أن ينجح المشروع أو لم يستطع؟ لم يستطع. فالنتائج تكون خطيرة جدا. وخير دليل على ما أقول عدم ظهور الإمام إلى زماننا هذا. لماذا أن الإمام لا يظهر إلى زماننا هذا؟ ما هو السبب؟ قيادته يريد أن ينضج في القيادة، فنحن لا نوافق على هذه النظرية وإن طرحت جدلا في بعض الكلمات. المشروع ناقص؟ لا، المشروع تام، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا من ناحية القيادة، القيادة تامة. من ناحية المشروع، المشروع ماذا؟ كامل وموجود وناجز. إذا أين المشكلة؟ ها؟ المشكلة أن البشرية الآن عندها استعداد أن تتقبل هذا المشروع أو ما عندها. ولذا تجدون القرآن الكريم، وهذا ذكرته للإخوة مرارا في أبحاث أخرى، عندما تأتون أنتم إلى سورة الحديد، سورة الحديد الآية 25 من سورة الحديد، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. التفتوا جيدا، الحديث عمن؟ عن الأنبياء ونزول الكتاب والميزان معهم. ما هي وظيفة هؤلاء؟ مقتضى سياق الآية كان ينبغي أن يقول أن أرسلنا رسلنا أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقيموا القسط ماذا؟ في الناس. ولكن الآية ما قالت ليقيموا القسط في الناس، قالت ليقوم الناس بالقسط. الفاعل منه؟ الناس. هذا معناه أن الناس لهم هو الدور الأساسي، هو اللي يحمل المشروع. إخوان، القيادة حتى لو كانت قيادة الله مو قيادة الأنبياء والأئمة، إذا الناس لا يريدون مختاري، من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. وما أكره الناس، نعم لو شاء أن يجعلهم مهديين لجعلهم، ولكن هذه ليست حكمته وليس قضاءه الحتمي. هذا قضاءه الحتمي، من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا فليكفر، حر أحرار. إذا ما لم يتهيأ الناس لقبول المشروع الإلهي، المشروع ينجح أو لا ينجح؟
وخير شاهد على ما نقول إخواني الأعزاء، النبي صلى الله عليه وآله بعد أكو قيادة أحكم وأكثر حكمة من قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكنه بعد 23 عام من قيادته ونبوته ورسالته ماذا حدث بعده؟ ها؟ مو فقط ماذا حدث، ماذا حدث بعده إلى يومنا هذا؟ وانقلبت الأمور، أفإن مات أو قتل انقلبتم، وانقلبوا. إذن الأمة لها دور ماذا؟ الأمة لها دور أساسي، والمشروع لا يمكن أن ينجح إلا بقبول الأمة. ليقوم الناس بالقسط، الفاعل منه؟ ها؟ الفاعل مو الأنبياء، الفاعل منه؟ الناس. نعم، الأنبياء وظيفتان، أولا القيادة، وثانيا بيان ماذا؟ بيان الشريعة، الكتاب والميزان. هذا نعم. إذن صريح الآيات، صريح الروايات يقول أن للناس دور في نجاح المشروع، وإلا إذا لم يقبل الناس بالمشروع فالقيادة تنجح في مشروعها، توفق أو لا توفق، لا تصل إلى نتيجة. نعم، يبقى أن الأمة هاي المسؤولية التي ألقيت على عاتقها هي مخيرة في أن تهيئ المقدمات أو لا تهيئ المقدمات، أو أنها يجب عليها أن تهيئ المقدمات، أي منهما؟ هذه مسألة ثانية إخواني. ذيك المسألة الأولى مسألة كلامية، هاي المسألة الثانية مسألة ماذا؟ مسألة فقهية مرتبطة بالناس. ما هي وظيفة الناس؟ مرة وظيفة الناس يقولون بابا إذا تهيأت الشرائط كالاستطاعة قل روح ماذا؟ للحج. أما وظيفتنا نهيئ المقدمات الاستطاعة أو مو وظيفتنا؟ إحنا مو وظيفتنا نهيئ المقدمات حتى أن الإمام ينجح ماذا؟ في مشروعه، يعني مو مسؤولين عن هذا. نعم، إن توفرت فبها ونعمة، إن لم تتوفر، وهذا إن شاء الله خلوا ذهنكم هاي القضية هنا نخلوها إن شاء الله، عندما نأتي بعد ذلك في زمن الغيبة تجد أنه كلا الاتجاهين موجود. اتجاه من فقهاء الإمامية ولعلهم الأكثر يرون أن الإمام، أن المرجع، أن الفقيه، أن العالم في زمن الغيبة مو مسؤول عن تهيئة المقدمات لإقامة ماذا؟ لإقامة الحكم، هاي مو مسؤوليته. نعم، إذا الناس هسه بالاتفاق، بالتنظيم، بالترتيب، بالأحزاب، بالحركات استلموا السلطة وجابوها للفقيه، وظيفة الفقيه شو يسوي؟ أن يستلم. يعني تهيئة المقدمات شرط وجوب عندهم، لا شرط شنو؟ لا شرط واجب. أما نظرية جملة من الفقهاء الآخرين منهم السيد الخميني، السيد الصدر، هاي الطبقة يقول لا، أساسا إقامة الحكم واجب شرعي علينا، فلا بد من تهيئة ماذا؟ مقدماته، يعني مقدمة واجب مو مقدمة وجوب. وهذا خلاف أساسي في مدرستي، فقهاء مدرسة أهل البيت، ولكن مع الأسف جملة من الأعلام ماذا يلتفتون؟ أنه لماذا أن بعض الفقهاء لا يسعون وفقهاء آخرين ماذا؟ يسعون. لماذا أن بعض الفقهاء يسعى لإقامة الحكم الإسلامي، يسوي أحزاب، يسوي حركات، يقوم بأعمال جهادية، ما أدري، عسكرية، ثقافية، فكرية، لماذا يفعل ذلك والآخرين ماذا يفعلون ذلك أبدا؟ الجواب هذا مبني على البعد النظري، النظرية أنه ماذا تقول، هو يعتقد أنه مو وظيفتي هذه أصلا، وإن شاء الله أجيب لكم كلمات اللي يصرح بأنه مو وظيفة إقامة الدولة، وإنما إذا أقيمت الدولة وجيء به، وهذا حدث عندنا في العراق، الإخوة يعلمون، ما أحتاج أن أذكر المصادر، حدث في العراق هذا، عندما أسقط النظام أو سقطت بعض المحافظات جاءوا إلى بعض ماذا؟ بعض الأعلام، هذاك الوقت تصدى أو لم يتصدى؟ نعم تصدى، ولكن هو سعى للتصدي أو لم يسعى؟ لا لم يسعى. هاي القضية لابد أن نفهمها. طبعا هذه قضية أساسية في سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يسعون لاستلام السلطة أو ما كانوا يسعون؟ بعض يقول لا ما كانوا يسعون، ما كان، هاي نظرية، ومن حقها قراءة يقدموها عن سيرة ماذا؟ عن سيرة أهل البيت،
والبعض الآخر يقول نعم كانوا يسعون بكل ما أوتوا من قوة، ولكن كانوا يعلمون أنه التصدي للسلطة لا يكون إلا من خلال إصلاح شنو؟ من خلال إصلاح الناس، لأن هؤلاء هم أصحاب المشروع والمشروع يطبق عليهم لا على غيرهم. هذه أنا دهيئ الأرضية حتى عندما نأتي بعد ذلك لماذا أن أهل البيت بعد الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا بعد لم يخرجوا بالسيف؟ لماذا لم يخرجوا؟ وين كانت الإشكالية؟ إذا الشهادة فهؤلاء كرامتهم من الله الشهادة، وأين الإشكالية؟ فقط الحسين كان يحب الشهادة؟ يعني باقي الأهل البيت ما كانوا يحبون الشهادة؟ لماذا أن الحسين قام بهذا العمل لم يسبق إمام ولم يلحق ماذا إمام بهذا الاتجاه؟ وين كانت القضية؟ وهذه في صلب اعتقاداتنا واللي تترتب عليها آثار في حياتنا الآن، أنه نسعى لإقامة الدولة أو لا نسعى، وكيف نسعى لإقامة الدولة؟ كم طريقة كل إقامة الدولة؟ واحدة مولانا تروح تتفق مع القوى الكبرى ها وتسوي شنو؟ انقلاب بالنظام. هذا طريق لاستلام السلطة، هذا واجب نروح نسويه، أو لا أكو طريق آخر وهو إصلاح شنو؟ والأمة تقبل، أي منهما؟ هذه أبحاث إن شاء الله إذا صار وقت الأخوة مساعدونا أنه لا يقولون بأن سيدنا بحث خرج من كونه بحثا فقهيا، وإن كنت معتقد أنه هذه أبحاث هم فقهية هم شنو؟ هم كلامية وعقائدية وضرورية لفهم أئمتنا لا أقل. هسه بغض النظر عما يجب علينا في زمن الغيب علينا حول. فيما يتعلق بهذا الأمر كما قلنا بأنه يوجد فهمان، وفهمي أن الأمة ليس بيعتها للإمام من قبيل مقدمة الوجوب، وإنما بيعتها للإمام من قبيل مقدمة ماذا؟ مقدمة الواجب. بأي دليل ولو إجمالا؟ إخواني بدليل أن الإمامة نصبت من قبل الله سبحانه وتعالى للأئمة، ولو كانت مقدمة وجوب إذن لا إمامة. الإمامة متى تكون؟ ها؟ بعد بيعة الناس. مع أن الآيات والروايات التي تحدثت إني جاعلك للناس إماما، يعني إمامة ماذا؟ إمامة فعلية، مو أنه إني رشحتك للإمامة أنت الأصلح لها، فإن قبلوك فأنت شنو؟ فأنت إمام، وإن لم يبايعوك أنت لست به. هذه هواية فرق أكو بين أنه نقول أن الإمامة إمامة، وهذا الآن أكو بعض النظريات إخواننا ها، هذا دا أقول هذا الكلام أنه الآن جملة لعله أيضا من أتباع مدرسة البيت دا يتجهون ماذا بهذا الاتجاه، وهو أنه أساسا كل النصوص التي وردت في إمامة وخلافة علي بن أبي طالب إنما هي لترشيحه لهذا الموقع، رشحه، فإن قبلت الأمة به صارت إمامته ناجزة فعلية محققة، وإن لم يرشحه اشتبه رشحوا ماذا؟ رشحوا غيره. أنت عندما تنظر إلى النصوص تجد لا، القرآن أبنو الآيات والروايات تتكلم بأنه أساسا نحن نصبنا للإمامة على ماذا؟ على الأمة، يعني إمامتنا إمامة فعلية على الأمة، ولكن هذه الإمامة لكي تؤتي أكلها وتعطي نتائجها لابد أن الأمة ماذا تفعل؟ ها؟ لابد أن الأمة تتفاعل معها إن صح التعبير، تقبلها، ترضى بها، تبايعها حتى ينتج، أما إذا خالفتها بعد المشروع ينجح أو لا ينجح، ولكن وظيفتها أن تفعل ذلك، واجبها الشرعي أن تفعل ذلك، مو أنها مخيرة أن تفعل وأن ماذا؟ وأن لا تفعل. الله سبحانه وتعالى صحيح يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا مثال من باب التقريب، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هذه الآية شو تريد تقول؟ تريد تقول الصلاة واجب عليك، ولكن جعل شرطا للصلاة، جعل مقدمة للصلاة، ما هي؟ أن تتوضأ، لا صلاة إلا بطهور. فانت لا تروح تقدم تهيئ شنو المقدمات، انت مو معذور تقول ما كان عندي طهاره وما اصلي، يقول لا
الله أراد منك ماذا؟ أن أراد من الأمة أن تولي عليا، مو أنهم مخيرين أن يولوه أو ماذا أو لا يولوه، أراد من الأمة أن يكون عليا ماذا؟ إمامها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه وظيفتها، هي مسؤوليتها، كمسؤولية الصوم، كمسؤولية الصلاة، كمسؤولية أي واجب آخر في الشريعة إن لم يكن أهم. وما نودي شيء كما نودي ماذا؟ على الولاية، لأنه المفتاح عليهن. وإذن وظيفة الأمة أن تبايع، وظيفة الأمة أن ترضى، وظيفة الأمة أن تقبل، وظيفة الأمة أن توصل نفسها إلى مشروع من؟ إلى مشروع. ولذا الآن أنا وإنت إخوان الأعزاء واقعا عندنا، ولكنه هذا مغفول عنه لأنه بحث الكلام والفقه ما بحثي، وهو أنه إحنا الآن عندنا وظيفة أن نهيئ مقدمات ظهور الإمام. لو ما عندنا وظيفة، سؤال هذا اللي قلت به أبعاد فقهية متعددة، سؤال الإمام سلام الله عليه، إذا شخصنا هاي، قبلنا هاي النظرية أن تأخر الإمام، تأخر ظهور الإمام مرتبط ماذا؟ مرتبط بالناس، لأن المقدمات ما متهيئة. أنا مسؤول عن هاي المقدمات لو مو مسؤول؟ إذا قلنا مقدمات وجوب، إحنا مسؤولين لو مو مسؤولين؟ مو مسؤولين. إحنا نقعد مولانا عايشين مولانا، هسه طلع الإمام ندع نؤيده، ما طلع ما دينا، شنو العلاقة؟ ما طلع إحنا شنو؟ أو لا، أنت لابد في كل خطوة تخطوها، في كل عمل، في كل كلمة تقولها، أنت هدفك ماذا؟ ها؟ تهيئة الأمة لظهور المنقذ، لظهور المصلح، لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه شوفوا إذا توجهت الأمة، تثقفت الأمة بهذه الثقافة، وين راح نتجه؟ ولكن لأنه ما مثقفين بهذه الثقافة، فلهذا الإمام المهدي، ظهور الإمام المهدي، يوم الظهور، اليوم الموعود، أساسا يعد ركنا في حياتنا أو لا يعد؟ أبدا، غافلين عنه، مو يما احنا أصلا. هذه القضية إخوان الأعزاء قضية أساسية ومهمة في حياتنا الفكرية، في حياتنا العملية، في سلوكنا وإلى غير ذلك. خب، إذا قبلنا هذه النظرية إخواني، وهو أن للأمة دور يترتب على ذلك، ورتب أهل البيت هذا المعنى، يترتب على ذلك أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام تصدوا للإمامة حين بيعة الناس له، ولم يتصدوا للإمام حينما تفرق الناس عنه. هاي النتيجة الطبيعية المترتبة على هذا الأصل، وهو دور الناس في فاعلية الأمة وإعطاء النتيجة المطلوبة لقيادة الإمام في الأمة. فإن بايعوه يأتي ماذا إليه، وإن لم يبايعوه، تفرقوا عنه، بايعوا غيره، ماذا يفعل؟ ينصحهم، يوجههم، يقول أخطأتم، اشتبهتم، ترى والله راح تعيشون الذل من بعدنا، كل هذا يبينه، ولكنه يحاولون الوصول إلى السلطة بأي طريق كان أو لا يحاولون؟ لا، لا يحاولون على ذلك. لماذا لا يحاولون؟ أنا أقول بأي طريق، يعني بالانقلاب العسكري بتعبيرنا، بأي طريق كان، أبدا أبدا لا يحاولون ذلك. وهذا تاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعند ذلك أنت ارجع إلى كلمات أهل البيت، اقرأها من هذا المنظار، تجدها واضحة جدا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا استثناء، طبعا هذا الاستثناء كان بقاء لا حدوثي، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة أيضا عندما تحرك إلى كربلاء تحرك على أساس رسائل منه، إذن على أساس أن الأمة طلبته للتصدي، ولكن في وسط الطريق بدأت تأتي الرسائل أنه ماذا؟ هسه هناك بحث، هناك بحث، وهو أنه هذا التصدي هل لابد أن يكون هذا القبول بالإمام، هل لابد أن يكون حدوثي وبقائي، أو أنه يكفي ماذا؟ هذه أبحاث كلها إخواني موجودة في كلمات أهل البيت، ولكن إحنا غبنا عن هذه الأبحاث في حوزاتنا العلمية. رحنا طرحنا مسائل، يقسم أحد الأعلام، وهو من الأعلام واقعا، من الأعلام الكبار رحمة الله تعالى عليه، يقسم، يقول أنا أقسم أن مئات المسائل، هو كان يقول أكثر من هذا، أنا أقول مئات،
مئات المسائل التي طرحت في كتبنا ورسائلنا العملية وفتاوانا، أنا أقسم من زمن آدم ما حصلت إلى قيام الساعة ما تحصل، ولكنه إحنا عشنا ماذا؟ هاي كتبناها فيها رسائل، وهي كتبناها فيها كتب، وهي هاي في حوزاتنا العلمية إلى آخره. هذه أثرينا هذا البحث وهو جيد ما مختلفين، ولكن هاي الأبحاث الأساسية اللي هي عمود حياتنا الفكرية والسياسية والدينية غبنا عنها ماذا؟ كاملة. أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا لم يتحرك إلا من طلب الناس، ولكن وسط الطريق عرف أنه شنو. هسه البعض يقول الإمام سلام الله عليه راد يبطل، لكنه بعد ما خلوه يبطل قال لهم بابا عيفوني أروح اليمن، عيفوني أروح لفلان مكان، أنتوا ما تريدون أرجع. قال له لا، لو تبايع لو شنو. هسه هذا فقط أحد إذا توفقنا أقف عنه. الآن أقرأ لكم كم شاهد من كلمات الإمام أمير المؤمنين وكلمات الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام اللي تبين أنه للناس ماذا دور. من هذه الشواهد هذا الشاهد اللي أنا ذني أقرأهن من نهج البلاغة للشرح محمد عبده، هواية مهم هذا الشرح يكون بيد الإخوة لأنه به مطالب هواية مفيدة للإخوة، فسأبين شون بها مطالب مفيدة للإخوة. في صفحة 37 الخطبة الشقشقية اللي مأخوذة تعلمون هذا الاسم من شقشقة هدرة، هو في المقدمة التفت جيدا في عنوان الخطبة، هذا بعد كلام منه كلام شيخ محمد عبده، يقول يتظلم في هذه الخطبة مما لحقه من الغبن في صرفه عن الخلافة بعدما كان المهيئ الأكفأ لها. التفت على مباني طبيعي لأنه ما معتقد هو بنظرية جنو النص، وإنما معتقد أنه هذا رسول الله عندما قال كذا وكذا كان يرشح منه الإمام لأنه هو الأكفأ والأحق. وفي كلمات أمير المؤمنين هوايم أكو شواهد على هذا، على أنه هو الأكفأ، لأنه في الأعم الأغلب يقول حق لي الأحق بها ونحو ذلك من التعابير. هذه التعابير هي اللي الآن يستدلون بها أن الإمام أمير المؤمنين لو كانت الإمامة بالنص هنا ما كان يقول أنه حق، الحق غير النص غير الأحق. هذه موجودة النصوص وكثيرة في نهج البلاغة أن الإمام سلام الله عليه واقعا في العم الأغلب ماكو تعبير أنه شنو، خصوصا لعله لا يوجد تعبير أن رسول الله نص علي شنو بالإمام. في نهج البلاغة دا أتكلم هسه، هذا بحث آخر. وبعد أن قال النبي ما قال في حقه يوم غدير خم، من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكن يفهمون هذا النص بأي عنوان؟ بعنوان أنه هو الأكفأ والأصلح للخلافة. ثم يشير الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة ثم يشير إلى الأسلوب المصطنع، هذا تعبير محمد عبده، في ترشيح السنة للخلافة من قبل الخليفة الثاني. بلي لعله بل أكو خطأ بل. يعني تريد تقولون بأنه هذا مطلب الشريف الرضي هذا في المقدمة؟ مو أنا في لا 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 لا، شوفوا الخطب الأخرى اللي شايفة بأنه ما بيها الشرح، لعله هذا هم منا. أنا الآن مو بعيد الآن ما أدري، تشككت لأنه نسخ أخرى. جيد جيد جيد. هسه المهم في آخر الخطبة هكذا يقول الإمام سلام الله عليه، يقول وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث قتله وأجهز عليه عمله. هاي الجملة احفظوها، أجهز عليه عمله، إن شاء الله يأتي بحثها. وكبت به بطنته يعني بطانته، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر
نكثت طائفة ومرقت أخرى. التفتوا جيدا للعبارة. إذن أولا بيعة، عند ذلك الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ نهضت بالأمر. أما إذا ما موجود بيعة وما موجود اجتماع عليه، أنهض أو لا أنهض؟ نعم، واجبهم أن ماذا؟ أن يبايعوني حتى أنهض. أما إذا لم يفعلوا ولم يقوموا بواجبهم الشرعي، أنا أنهض أو لا أنهض؟ شوفوا، لا أنهض، مو أنه إمامة ما موجودة، إمامة موجودة ووظيفتي أن أقوم بالوظيفة بمسؤوليتي، ولكن هاي المسؤولية فيها شرط، فيها مقدمة واجب. هاي المقدمة منو لابد يهيئها؟ ها؟ المقدمة هو لابد يهيئها، والأمة يعني يرشد الأمة أنه ترى أنا الأصلح لكم، وفعل ذلك سلام الله عليه، ولكن قبلوا منه أو لم يقبلوا منه؟ ولم يقبلوا منه. يقول: فمرقت، فنكثت طائفة ومرقت أخرى، وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول: بلى والله لقد سمعوها ووعوها. هذا دليل آخر على أن هذول اجتهدوا فأخطأوا، لو كان على عمد يعلمون كل شيء. لا، يقول زين فهموا الآيات ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر. إذن القضية ماذا؟ قضية أنه الآن يوجد حاضر ويوجد ناصر، أنا ماذا؟ قمت بالأمر، وإلا لو لم يكن هذا لقمت أو لا أقوم، لما انتهضت للأمر. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. الحجة متى تقوم على الأمة؟ وأنه تجب بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، لفعلت آخرا كما فعلت ماذا؟ كما فعلت أولا. أبدا، ولكنه الآن اختلفت الظروف، اختلف الزمان، اختلفت الشروط. الشروط أول شروط أولها كان شيء، وشروط آخرها ماذا؟ شيء آخر. هنا الآن ماذا؟ انتهفت أو نهفت بالأمر. هذا المورد الأول. المورد الثاني في صفحة 158 من خطبة الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: دعوني والتمسوا غيري. تفتئوا لي جيدا، هذه من أهم الخطب اللي يستدل بها أولئك الذين لا يؤمنون بنظرية النص، يقولون لو كانت نصا إلهيا، خب لماذا أن الإمام سلام الله عليه يقول دعوني؟ شنو هو كيف يقول دعوني والتمسوا غيري؟ رقم الخطبة إخوان 92. دعوني والتمسوا غيري. هسه لماذا الإمام سلام الله عليه؟ لأنه ده يبين مشروعه، يقول ترى إذا أنا إجيت هيك أسوي، هيك أسوي، هيك أسوي، فإذا قبلتموني ورضيتم بي وبايعتموني بعد ما أرحمكم، وكذلك لم يرحموا، أما قبل ذلك سكت عنهم، فعلوا ما فعلوا في زمان الخلفاء الثلاثة الأول. الإمام سلام الله عليه كان كناصح أمين أكثر من هذا، أما لا، أما إذا صارت السلطة بيدي وبايعوا وأرادوا أن يخالفوا، بعد يرحمهم أو لا يرحمهم؟ وهذا أصل آخر لا بد أن نفهمه، وهو أنه قبل المبايعة أنت وظيفتك النصح، أنت وظيفتك الإرشاد، أنت وظيفتك بيان الحقائق بشكل سلمي. أما إذا بايعت الأمة الإمام وأعطته البيعة والرضا والأمة على ذلك، بعد إن خرج عليه خارج ماذا يفعل؟ هم ينصحه لو يقاتله؟ لا، يقضي عليه خلاص. وهذا ما فعله سلام الله عليه، بعد ما قال بأنه أنا دا أنصحكم، هسه كيفكم تريدون لو ما تريدون؟ قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. مشكل، أكو تعقيدات بعد ذلك، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا إن أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. هذا مشروعي، إذا وافقتوا بعد لابد للآخر تكونون شنو؟ ها، وياي ما كون. أما بوسط الطريق تريد تبطلون، أسمح أو ما أسمح؟ خلاص،
قال: إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم. أما إذا ما بايعتموني وما فعلتم إمامتي وقيادتي لكم، أنا شو أسوي؟ هم أحمل السيف؟ ها؟ هم أحاربكم إلا تعطوني السلطة؟ لا أبدا. وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم. وكان كذلك سلام الله عليه يعني. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. وإن كان خلاف الحق وخلاف ما وجب عليكم، ولكنه أردتم أن تخطئوا الطريق، أنتم أحرار. وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذا النص اللي يقول، تدرون أنتم على الفضائيات الآن مشكلة المشاكل ماذا؟ هذا النص، وهو المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. كيف يقبل لنفسه أن يكون وزيرا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون أميرا؟ كيف يعقل هذا؟ الجواب، هذه العبارة لا تفهم إلا من خلال هذا الأصل اللي إحنا أصلناه، وهو أنه الأمة لها دور. الأمة إذا لم تقم بدورها، الإمام سلام الله عليه لا يستطيع أن ينهض ماذا؟ لا يستطيع أن ينهض بالأمر. إخوان الأعزاء، هذا دا أقوله الآن، وهذه أنت دا تفهم هاي القواعد، إذا فهمناها عند ذلك نستطيع أن نفهم قواعد زمن ماذا؟ زمن الغيبة وحضور العلماء الآن، ما هي وظيفتهم وكيف يتعاملون مع الناس، وأنهم ماذا يسعون له وماذا لا يسعون له. نص آخر وارد في صفحة 395 من هذا الكتاب، 395، ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية رقم 6. هذا النص: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. محل شاهد هاي الجملة إخواني الأعزاء، اللي هي من أهم الكلمات: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذه مولانا لا يمكن أن تطبيق قاعدة ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم، ولا يمكن للمجادلة والحجاج. يقول كان لله فيه رضا. تقول لي خب لعن أبو بكر كذا، الجواب الإمام سلام بحث عنده في الصغرى، وهو أنهم اجتمعوا عليهم المهاجرين والأنصار أو لم يجتمعوا. ولهذا في هاي الأبيات المنسوبة إليه: والمشيرون ماذا؟ غيبوا، فإن كنت بالشورى ملكتهم فالمشير، وإن كنت بالقربة حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي وأقرب. هذه كلمات منسوبة إليه. إذن هاي الإمامة وفاعلية الإمامة، إذا اجتمعت الأمة على ذلك تكون ماذا؟ تكون لله فيها رضا. هذه جملة مهمة إخواني في كلمات الإمام أمير المؤمنين، وهي أيضا هم يستدلون بها، يقولون بأنه هو ده يستدل بالذي، ولا لا، الإمام سلام الله عليه يبين الأصل، والأصل عنده إشكال وين؟ في الصغرى، وهو أنه بالنسبة إلى الأول والثاني والثالث أكو اجتماع المهاجرين والأنصار أو لا يوجد. يقول: فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه. خلاص، ولكنه قبل الإمامة أيضا يقاتلوها، أو يقاتل الإمامة أو لا يقاتل. لا لا لا، بعد الإمامة، بعد فاعلية، ما عبر فعلية الإمامة، أخشى أنه أنت تروح ذهنك يروح إلى المقابل مالها اللي يصير إمامة شنو بالقوة. أعبر عنها ماذا؟ فاعلية الإمامة، تأثير الإمامة في الأمة، نجاح مشروع الإمام في الأمة. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، إلى آخره. ومن الكلمات اللي جيدة في هذا المجال، عندنا وقت دقيقة واحدة، لا الوقت بعد ما يسح، إن شاء الله كلمات باقية أخرى مهمة في كلمات الإمام الحسن، إن شاء الله نقرأها غد، والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله صلاة الله.
يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله.